السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في ثي سيميليتر 2. أنا أمتعكم يا أخوان مثل ما ضبطكم في كافيه سيميليتر 2 اللي نزلتها أمس والأسبوع هذا. رجعنا بثيف سيميليتر 2. سبحان الله قبل سنة تقريبا كنت ألعب الثيف سيميليتر والكافيه سيميليتر في نفس الفترة، كنت أنزل حلقة هذا اليوم وهذا بكرة وهذا اليوم وهذا بكرة كذا. هذا الكلام قبل سنة وسنتين، وسبحان الله اليوم رجع الوضع نفس ما كان قبل سنتين. حاليا الثيف سيميليتر هذا مجرد ديمو. دقيقة نسيت ما أفسر أنا اللبس اللي أنا لابسه يا أخوان، ترى برد، الوضع برد. وقلت بما اني بلعب محاكي الحرامي قلت يعني الوضع يضبط، عرفت حرامي وكذا ولثامه وحطها في الثمنيل وجيب مشاهدات وكذا، فان شاء الله هنا يضبط الوضع. المهم قبل لا نبدا يا اخوان بنشوف التريلر مع بعض، اذا ما ودكم تشوفون تريلر اللعبه قدم دقيقه و22 ثانيه. This line of work my friend is not an easy one. I chose you for a reason. You are a fighter son. I can see it in you. You want this world to change. أما تنومهم. And for it to change, لا لا we must do something. في شغلات الظاهر جديدة نفس كافيه سيميليتر كذا، الإضافات كانت رهيبة، فممكن هذا الجزء بعد أبدع فيه. لا لا تسرق سيارات هذه جديدة بعد. We need money, and we shall take it back from the people who stole it. واضح في إضافات جديدة. Our government. أما تسرق الموتر. And they will keep stealing unless we show them that there are consequences. And there shall be consequences. There's no stopping us anymore, son. We are going to thrive soon. تدري تيم الله. We talk money, man. حليلة سبند يور ماني تشتري ايش هذا موستنج على بالي من داخل. اي والله موستنج. What? اوه اما تحط التراب هذا حليله رمى الفلوس خلاص وين وين لا لا صراحه وربي تريلر مفجر، فخلونا نجرب الديمو ونشوف ايش الاضافات الجديده نستكشفها مع بعض. ما في يلا صباح خير في الكافيه سمعتها الحين، يلا مساء خير الحين ندخل في لحظات السرقة يا اخوان في الليل. رد على التلفون. Okay, listen up. You better do what I say unless you want me leaking your stuff all over the internet. Move past the camera and find the flashlight. Should be in the garden somewhere. يقول لي من الافضل انك تسوي شغلات اللي اطلبها منك لا افضحك الانترنت. ايش ماسك معي؟ ايش ماسك علي صور هذا من الذين؟ الله صوت الرعد. في ليلة قمراء والقمر مشع فيها والنجوم تلألئ الكاميرا هذه. اوكي لازم نتجنب الاحمر. جميل صراحة كاتب لك تعليمات على الجدران، هذه بحد ذاتها تطور في اللعبة. نبعد من الكاميرا، خبرة طبعا ما يحتاج. ولازم انك تنزل كراوتش، عرفت تمشي بشويش تجي تفتح الباب شويش. ايوه هولد ليفت شيفت ورن درجن درجن. طيب ليش تعلمني الركض؟ ليش تبغى تنكبني؟ الله برجر يا اخوان. بيك اب ذا فلاش لايت و اتش يقول لك الكنترول. حلو. طيب بغيت البرجر يا اخ والله جوعان. ما نبغى الفلاش لايت. ما يمدي. ايش الغش هذا؟ بير والعياذ بالله. اخذنا فلاش لايت. هذا مزعج من اولها. كارد بورد يبغى الكارد بورد ونشله في السياره. طيب البرجر هذا المكان تتخبى فيه، اي العلامات هذه تتخبى فيها؟ لوك بيك والله ذكرني الكلمه هذه بالجزء الاول يا اخوان. الجلاس مسكر. دقيقه كان في حركه اللي هو الطل كذا، عرفت ودي اسوي لكم محترف بس والله ناسيها ازرار التحكم. ندخل كذا. ايش فايند ذا جيت كي يا حبيب؟ البوابه ولا البوابه الخارجيه؟ اوكي يباني. السلام عليكم يا اخوان، سعد الله مساكم. افتح الباب شويش.
الحمام ما في حد في البيت الظاهر ايش بريس اف فور فلاش لايت اند زد تو تشينج ذا لايت مود. اوه كبس لك كبس لك عزيزي المشاهد. طيب ايش لا 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 الساعة 10 بالليل هذا مشط ما يمديك تسرق المشط يخلونك تسرق الشغلات اللي تريدها. I want to be back until the end of the year. مع السلامة. ما بيرجع إلا نهاية السنة. هذا هو الكارد البك اللي باه. يا أخي إيش السهولة هذه في الديمو يا إخوان. دقيقة دقيقة حط هذا هنا. خلنا نسرق لنا الشغلات الثانية. أيوة. حد يبغى شاي يا جماعة. ضبط لنا شاي. أروق. فلور طحين. تعلم يا عزيزي المشاهد. الفيديوهات حقي مش بس هذا تعليم بعد عرفت خل منك الفلسفه اللي يجيك ديسلايك. طيب وايش هذا اللي تحت توستر التوستر يا عزيز لا خلاص يا اخي عذاب نفسي هذا يحطون لك 60,000 درج اخر شيء لازم تحصل شيء واحد في واحد من الدرج هذا متاكد بخبرتي شفت على حاسب عزيز المشاهد فايند ذا جيت كي ايوه يا اني اجيب المفتاح يا اني يكون عندي لوك بيكينج ليفل واحد او بيسك لوك بيكينج ليفل مدري ايش بسيطه مفتاح وين بيزبل دولار كذا مرمي 15 دولار لا واضح انه بطران هذا لا 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 لازم ارجع البيت اشوف الامور اللي مخبيها يعني مفتاح وين بيخبيه يا اخوان بالله عليك ما يمديني اتفاعل مع اي شيء هذا ايش ورا الباب انا ما فتشت هنا 15 دولار ثانيه بنادول وربي هلكت يا اخوان يعني ما بخبي المفتاح هنا يعني من اول ما دخلت اول شيء تشوفه الله لا يبلانا تسمع الخطوات شوف الخريطة يا عزيز المشاهد لازم انك تنتبه وتفتح الباب شويش وتشل الغرض هذا اوه السيارة يا اخوان والله متحمس سيارتنا القديمة هي هذه ولا والله هي هذه تقريبا ما تغيرت دقيقة اعرفها من داخل يا اخي هذه كانت سودة ولا والله اني ناسي والله اني ناسي دحين يا دقيقة يمدينا نفتح الدبة والله انا اتذكر كان يمدينا نفتح الدبة ما ادري يا اخوي اصبر اشغلتنا والله اشغلتنا Almost like you've done this before. Well, you know what I mean. شكلك قد سويتها من قبل. أبدا والعياذ بالله ما قد سرقت. الله عليك الله الله. حي الرجال. اربط الحزام عزيزي المشاهد. والله لك وحشة. وين الماب دقيقة. أتوقع بس لازم تروح لحدود البيت. فعلا لازم تروح لحدود الميني ماب بعدين تختار الوجهة اللي تروحها تشوف اقرب مخرج كم نجمة بي خبرة اكسبيرينس 88 حبيبي اوكي obviously I was joking about the I'll see you at your house thing that'd be too easy for you wouldn't it be get the box into your beautiful little house and open it up just be careful with it just be careful يقول لك افتح الصندوق هذا ولكن كن حذر الغريب في الموضوع انه قال تحسبني فعلا بتحصلني في البيت يعني الموضوع يكون بسهولة كان ايش يعني متخبي مني او في قصة وراء اللعبة هذه بس للامانة انا ناسي وش القصة يعني واضح انه يتحكم فيني حاليا ومتخبي مني في نفس الوقت Open the ash. Open the carpet box with the knife. الله لا لا إضافات حلوة. لا 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 لا. إيش الإضافات الرهيبة هذه؟ Unboxing يا شباب اليوم معنا إلى صندوق الله يستر منه قال يبيك. What? إيش هذا درون؟ I suppose it was a drone after all. I tracked the guy's courier deliveries and he ordered a fly-by light drone. ما في واقعية في اللعبة يا أخوان. Keep it. It will help. Get your ass on the PC and I'll walk you through some stuff you need to know.
Then we talk business. الله البي سي. وهذا ايش؟ حمام. Let's talk business. خلنا نروح الكمبيوتر ونشوف ال On Steel Gear you can buy all sorts of equipment. Lockpicks, stethoscopes and whatnot. For now, just get a crowbar. Great. Now, go on Rob Tips. There's plenty of information you could buy there about houses you will rob. أيام والله. First four tips are free. هنا يا اخوان الجير اللي تحتاج تشتريه طبعا يسهل عليك عملية السرقات في بعض الأماكن. لازم تشتري بعض الأمور من هنا عشان مثلا تسرق هذا البيت، عرفت؟ مثلا هذا الجلافز مايكرو كاميرا دوغ ميت عشان تشرد بعض الكلاب الحراسة باتون للضرب هذا الظاهر. المهم هنا فيه النصايح روب تيبس. هنا يا أخوان أي بيت، شوف عندك 101 102 كل بيت هنا هذا الموقع يعطونك نصايح، موقع الحرامية باختصار. يعني في واحد حرامي قد مر عليهم ويعرف متى ينامون متى يجون وكذا، فتحصل معلومات عن هذا البيت وتشتري هذه المعلومات في هذا الموقع. يعني موقع زي كذا ما تحصل. الحين يقول لي بما ان اول بيت بتستخدم الموقع هذا فيه له بعطيك اول اربع نصايح مجانا مثل ما تشوفون. اول شيء بيعطيني معلومات عن سكيورتي للبيت. يقول لي there is broken fence behind the home، في سور مكسور من وراء فممكنك تدخل منه، ما يحتاج تروح تدور مفتاح وكذا. المعلومة الثانية the bathroom window is open، شباك الحمام برضه مفتوح إذا حاب تدخل من الحمام. المعلومة الثالثة the house stay empty، ما في أحد في البيت خلاص. وهنا alarm on and off in the bedroom. أوكي يقول لك شيك على موقع بلاك بي لأن بعض الأحيان في أسعار في شغلات تبيعها. And accept the first job. Time to go back to 102 with a crowbar in hand and smash a few things. You'll have some fun and help me annoy the guy when he arrives back. طيب الحين يقول لي روح اقبل اول ميشن وابغاك تكسر بيت التكسير، خله يوم يرجع ينصدم. ساعدني شو اسمه بالانتقام من هذا الشخص، ما ادري شو سوى له، المهم اني ابشر حاضرين. ما ادري هذا وانتد اسمي ولا وانتد شغلات مطلوبه. لا شغلات مطلوبه، هذا ما يخصه باسمي يا اخوانه، ما يخصه باسم القناه، مطلوب شغلات مطلوبه. انا عندي التيبوت هذا سنت 75 دولار يا اخوان، بعناهم 75 دولار. حلو هذا البلاك بي تسرق منه الاغراض من البيوت وتجي تبيعها هنا، عرفت؟ والتوستر عندي توستر بكم؟ 300. لازم توستر بلندر. انا عندي توستر بس فلازم ندور على بلندر خلاط. اخلطك خلط انا كيف. شو ابجريد؟ في ابجريد هذا ممكن السبيد السرعة البطارية والمسافة، ممكن نطور الهيلث حق الدرون اذا انجلد حد ضربه يمكن صاده. لوت ديدكشن او يصيد لك اللوت بعد اماكن اللوت يا كلب اللوت. طيب هذا المشن الاول سماش ا فيو ثينجز 102، هذا يعني يقول لي روح كسر بس روح كسر. خلينا نزور الباون شوب. يوه الباون شوب والله لك وحشة. حلو يقول لك يو هاف بين ليفل اب، عندك نقاط ممكن تستخدمها. اوكي والله ايام ما تطور ما تغير المكان. طيب جبت التلفزيون هنا لعل وعسى نقدر نبيعه في المحل هذا. طيب بسم الله السلام عليكم. ايكم باك زي ما كان تقريبا، فرق بسيط جدا. Now hold up there sonny. اوكي ايش عندك؟ ممكن ابيع له هذه الشغلات. التوستر ما ببيع له اياه لاني احتاج احط معاه الخلاط، ببيع لها شغلات 25 دولار 15 دولار. الحاسبة لا احسب فيها ارباحي، اسف. هذا ايش الصندوق اللي هنا في السيارة؟ او فيه الاغراض. اوكي الى ماديسون ستريت وديني. وين المكسور؟ هذا المكسور. اوكي مكسرة يعني ولا ايش الوضع؟ الله اكبر عليك. ودخلنا والله. اوه البرجر حقي. ليش رجعنا لنفس البيت ولا كيف؟ ما عندكم تعليمات الا في نفس البيت؟ لا كذا تزعلونا يا اللعبه. يبانا نكسر، يبانا نكسر، فليش ما وتفتح بشويش؟ ليش؟ اقدر ادخل من هنا؟ اي والله ليش لا؟ دقيقه هذا ما بكسر، هذا ينباع وهذا ينباع. نفس الشغلات فيه 15 دولار يا شباب.
13 ايوه توقع اختبار ذاكرة ايش كان موجود في الدرج الاول عزيز المشاهد؟ قل لي. بنادول طبعا المفتاح كان هنا. انا ما ادري ليش احس اني العب اللعبة هذيك اللي ايش اسمها 12 سكند 12 سكند اللي تعيد نفس اليوم كل يوم. تستر بعد موجود. السلام لو ادري كم بعت التستر هذاك. يعني مهمتين في نفس المكان. كسر يا حبيبي كسر. دقيقة هذا ينباع. وش بعد عندنا؟ باك باك از فل. الله ذا شكله يجيب الراس يا اخي. خلنا نفضي شيء من الباك باك. هذا بنرميه هذا. ايوه. طيب يا اخوان ما في شيء غير تكرار هنا ويباني اكسر بعض الامور. كسرنا في شغلة ثانية تبغى اكسر. اها في الحوش يباني اكسر. حاضرين والله حاضرين. حاضرين حاضرين. I suggest going to 103 around 3. كان يباني كسر هذا معلش. Should be asleep by then, and it's close to the waking hours, so you might find out when they leave the house. اوكي الحين يقول لي روح الى البيت اللي جنبك هذا. اها عشان كذا جابني هنا. هذا ال 103 ويقول لي استكشف روتينهم يعني متى يجون البيت متى يروحون متى. اخوي الله لا يشغلنا لا بطاعته يعني ما عندي شغل انا ولا ايش اجلس. 103 ما في اي معلومات. طيب نشتري المعلومات من موقع يا اخي. طيب كيف نستخدم الدرون؟ فلاي لايت درون. حليله. شوف كاتب لي 103 ويلسون فوق على اليمين النون يعني ما في اي معلومات عن هذا البيت. فممكن كيف انزل تحت؟ فلاي اب سبيس ليفت شيفت داون. اوكي. حاليا ما في احد في البيت. اوكي خذنا فرح البيت كامل ما في احد. بس خلاص توكل على الله ادخل. وات كيف شافوني؟ دروني لسه معلق فوق ولا ايش السالفه؟ اوه اوكي باب مفتوح ولا السياره واقفه فضحنا. ام حق حرامي وين الخبر؟ اوه جو البيت. اي والله دخلوا البيت الحين شفتوهم؟ الساعة كم الحين؟ الساعة 10:10. الساعة 10:10 يدخلون البيت. خلنا نزبل الموتر هنا. الحين اطلعكم في ميشن امبوسيبل اصبر شوي. اللهم اسكنهم في مساكنهم. ايش هذا؟ لا اله الا الله. يا اخوان انا طفشت من الدرون هذا ما جاب لي اي نتيجة. خلنا ندخل. يا سلام حاطين لنا سلم. وربي في 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 في. كيف اطلع؟ انصدنا. جبت العيد يا اخوان. صادونا والله صادونا. طيب موتري بعيد هناك. هلا بموتر الشرطة. ما يمديني اركبه. شافني؟ النحشة النحشة نحشنا من الشرطة نرجع. The door is locked. والله لوكت من الأخ الفاضل هذا اللي هنا. خربت الكاميرا والله إني ما شفتها. إي والله جالس برا هذا. أوكي شفنا أول واحد. أوكي الحين عرفنا مفروض روتينه خلاص. If you haven't already, level up and learn a lockpicking skill. Once you have that done, buy a basic lockpicking tool on your PC. You'll need it to break into 103. اوكي ليفل اب لازم نرجع البيت الظاهر ولا سكيلز لا اتوقع لا 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 الانفنتوري كيف كان لا لا من الشنطه هذا السكيل ليرن لوك بيك حلو بس اتوقع لازم نرجع البيت ونشتري من الكمبيوتر اللوك بيك هذاك هذا هو 103 الحين عرفنا الروتين حقه اول ما كان ظاهر لاني شفت الشخص بالدرون فعرفت متى يكون موجود لين الساعة 5
الساعة 5 النون مش معروف، لكن هالفترة معروف. أتوقع أن فترة الصباح مش موجودين، خلنا نرجع لهم بعدين. وخل نشتري السكيل اللي نحتاجه اللي هو هذا أو هذا، هذا بيسك أول شيء في البداية. هذا أوكي بيسك لوك بيك. Try to pick a lock at your house before you go unlocking people's doors. Practice is the key. صح عليك. يقولك جرب على باب بيتكم أول شيء قبل لا تروح. ذكرني بمثل يقولك لا ترمي بيوت الناس بالحجر إذا كان بيتك من الزجاج. إيش دخل يا طيب؟ ما أدري. هذا الستور حقي حلو. أحطه في الستور، ما بحط الأغراض في الستور. بروح ببيعها قبل أروح المشن اللي بعد شوي. لكن أوكي الحين التعليم. ما يعرفون المهارة يا إخوان، ما يعرفون إني مختم أول جزء الماضي. والله يا إخوان أول محاولة بدون أي تقطيع ولا شيء. Go to 103 and steal a black package. Then send it to me via black bag. I would advise breaking in when the house is empty. ينصح ان ندخل البيت والبيت فاضي. انا مستغرب ان الموقع هذاك ما قال يروح اشتري منه مثلا معلومات وكذا، فممكن يبغاني اتصرف من نفسي اروح اشتري معلومات للبيت الثالث هذاك. ف 103 والله يمدينا نشتري معلومات ب 15 دولار. سكرتي 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 روتين لوت، اماكن اللوت. ايش رايكم نشتري اماكن اللوت؟ كم معي انا؟ اي 420 هذه فلوسي. فحلو معنا مبلغ جميل. خلنا بنشتري المعلومات هذه عن اللوت. سمارت فون فوق الطاولة في الحديقة، وفي بروجيكتر في الدراور في الحمام، في الغرفة. هذا ليش مسكر؟ ايش المساخة هذه؟ متى يكونون موجودين متى ما يكونون موجودين؟ استكشف هذا الشيء بنفسه، ما يحتاج لعباتنا. نروح للمحل هذا اول شيء نبيع الاغراض. سلام كيف الحال؟ حلو ب 25 هذا. والشراب الطيب هذا 25 و15 35 والله مشروبات تجيب سعر. والقلاية هذه ب 12. توستر ب 50. حلو حلو الحين يمدينا نشوف وين جالس الاخ الطيب هذا. والله ما ادري يمدينا نجي في الليل ونسرق، لكن احس المغامرة كذا اقوى. وش رايكم؟ ان نجي في الوقت اللي هو موجود. الله يعلم هل هو الحالة ولا فيه زوجته بعد ما شفتها. نسيت مشحن الدرون حقي. كم ال... لا والله الحلو البطارية تنشحن بنفسها. هذا وين هذا؟ خلنا نتأكد. كان في شخص ثاني؟ لا بس بدي أتأكد انه ما في شخص ثاني عشان ما يجينا سبرايز كذا ما له داعي. اوكي it's easy just one. شفت السمارت هوم يا جماعة؟ ايش السمارت هوم؟ التلفون قصدي. اوكي بسم الله، اهم شيء بسم الله. ايش تسوي هذا؟ يعني يوم جيت ادخل بيتك جيت تسوي رياضه في الحوش تستهبل انت؟ وليش اختفى الحين؟ اهم شيء يا اخوان انه مضبط الكاميرا على المنطقه هذه مش عند الباب. جزاه الله خير، الله يحفظك. الحين وين راح هذا؟ طلع من البيت، شكله طلع من البيت. والله شكله طلع من البيت، تدري؟ سوى رياضه كذا بشب على السريع وراح يقابل الحب. حلوين حلوين حلوين. قول بسم الله بس احتياطا نفتح الباب شوي يا اخوان. ندخل الكاميرا حتى موصل هنا. خرب بيت ام الكاميرا. وين السمارت فون؟ ايوه يا اخي انت ما طلعت عند الحب. لا حول ولا قوة الا بالله. سلام. ما في حرامي يا اخوي، تهيأ لك ما في حرامي. تهيأ لك واحد في هذا خواف، بيقولون هذا خواف جالس الحالة في البيت وكذا، فالامور سهالات. انا ليش اتفلسف وما اجي في الليل؟ فنعطيها محاولة ثانية يا اخوان، بس اوعدكم هالمرة ما راح ننكشف. رجعنا له في الليل يا اخوان، لان الوضع صراحة بالنهار ما ينفع يعني ما له داعي. سلام. حلو حلو ونام. انت شفت يا عزيزي المشاهد انه راح ينام.
فلو طلع لي بعد شوي من مكان لا يعلمه إلا الله ما يخصني. الله الاحترافية من أول مرة. نايم، هذا هو، هذا هو نايم. بلاك باكج فروم، بسم الله توكلنا على الله. أهم شيء توكل على الله عزيز المشاهد مهما كان اللي بتسويه. بسم الله بسم الله. أوه حتى هنا. انكسر، كسرته، خربيته. وش فيه صعب هذا؟ هل يمديني اشتري اكثر من واحد؟ هذا واحد، هذا اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. ربي لا اسرقك اسرقك الليلة. ما في وقت الحين، قربت ساعة واحدة بيروح الحمام. مع وصلنا بيروح الحمام تدرون. هلا 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 ام باك. شوف الحين بيكون راح الحمام. أوه الساعة واحدة يروح الحمام، باقي معي 50 ثانية. أسرق وهو صاحي، خلاص أنا استمخت معي والله، ما في أي شيء ثاني ينسرق أنا. أوه 15 دينار، الله يعطيك العافية. أهم شيء ما نكون في طريقة هو يروح الحمام. حمامه وين هو؟ في شرطي يتمشى برا تشوفونه. ما لها داعي أفتح الباب يكون في وجهي. دقيقة، هذا كأنه باقي 10 ثواني. افتح ذا، هذا باقي 3 ثواني عزيزي المشاهد ويصحى من النوم. 1 2 3. سلام، دخل حمام. والحمام لا تقول لي باب حمامك مفتوح لان ما حد في البيت يعني. اوكي، بس كم بيجلس في الحمام؟ وبيرجع بينام بعد الحمام صح؟ سلام. اوكي، معي تقريبا 3 ساعات وهو نايم. حلو حلو، ينام لين الساعة 6، يروح الحمام الساعة 6. ربي يوتر هذا فتحة ال شو اسمه؟ عادي فلاش لايت ولا يصحى بعد؟ دائما يحط لنا الشغلات الحلوة هذه. ما ادري ايش الفلاش هذا، شغلات نهدده فيها بعدين نفس ما سوى صاحبنا. ستيل بلاك باكج، وينه؟ وين بلاك باكج؟ والله بلاك باكج هذا مصيبة. المشكلة ان ساعة يفتح ال، فافضل شيء انه يكون مش موجود في البيت. تخيلوا يا اخوان اني اسكر بقوة عادي. لا يا اخي، ايش طلعك برا؟ ايش طلعك برا يا ابن الحلال؟ ايش تسوي برا؟ صاحي من النوم يطلع برا. والله لا ارجع لك يا ابن الذين، والله لا ارجع لك. افتح بسرعة يا اخي. أنا ليش مشغل ليت؟ نسرق ساعته عشان ما يعرف متى يصحى متى ينام، عرفت؟ هذا أهم شيء. النوت هذا إيش أحتاجه أنا؟ هذا اللي باه ولا إيش؟ أو لوك بيك ليفل 2 هذا يباله. في بلاك بوكس مدري إيش يريده. هذا إيش هذا؟ بروجيكتر. بلاك باكج. هذا البلاك باكج تكفى. اي والله هذه سندت. حلو كذا خلصنا المشن يا اخوان، حتى لو جاء صادني ما عندي اي مشكله، بشرد والامور طيبه. يا اخي نسيت المعلومات اللي اشترتها، والله كان في معلومات. هذه كانها قنبله والله، بلاك باكج. والله ودي اقرا الرساله بس ان شاء الله الوقت ما يمشي. 8:51، لا الوقت ما يمشي الحمد لله. يو مان لوك، تيك جود كير تو ستاف اي جيف يو برو، تيك ايجز تو فايند جود برايس بس بليز دونت. يقول لا تخلي جيرانك يشمون الاغراض هذه. والشرطه حوالينك في كل مكان. اوه لا تخلي الناس يشمون الريحه.
وخذ مني سنين أحصل هذا الشيء على سعر ممتاز. لا واضح أن البضائع يا أخوان طيبة. بلاك باكج شكلها زبن هذا بيدك عشان لا يقولون والله. أهم شيء معي مفتاح هذا البيت، أم الفلة كأنه بيتي. يلا أشوفك على خير يا صاحبي، حياك الله. الحين المشن يقول لي روح بيعه في البلاك بي، بلاك باكج كم سعره طيب؟ حبيبي ايش اللي بلاش؟ تستهبل انت؟ انا صرفت فلوسي هذه كلها في المشن. تكفى تمزح، تكفى تمزح، والله ما اعطاني شيء. 40 دولار هذه انا مجمعها. لا والله شيء يقهر. طيب التستر، البلندر لسه ما حصلنا، هيدفون، في امور يعني اذا حصلتها ممكن اجيب لك سعر، فلازم اني احفظ الشغلات اللي موجوده في الموقع هذا، ابيعها باسعار رهيبه في هذا الموقع. والله يا اخوان ودي اخذ مشن ثاني بس احس اني طولت كثير في هذا المشن، والديمو اطول مما توقعت في مشنات كثير. فاتمنى الحلقه نالت اعجابكم، اذا عجبتكم الحلقه بنزل مقطع ثاني لهذه اللعبه اكيد، واذا ما عجبتكم عاد خلاص بروح نشوف لنا لعبه ثانيه معاك، ونشوفكم ان شاء الله على خير. لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت، رايكم يهمني كثير والله في الكومنت، ونشوفكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.